الحركة الموحدية بقيادة محمد بن تومرت اللي كنت تعرف التاريخ المغربي بالمهدي بن تومرت، والسلطة المرابطية بقيادة علي بن يوسف بن تاشفين عاشوا صراعات كثيرة بينتهم ومناوشات ومحارك عسكرية، كان أبرز معركة البحيرة اللي تقتلوا فيها بزاف ديال أتباع بن تومرت. وهذه المعركة كانت تعتبر الحلقة الأبرز من حلقات الصراع الموحدي المرابطي، واللي كانت في سنة 524 هجرية الموافق ل 1130 ميلادية. محمد بن تومرت كان كيعيش في مراكش، وكان غير ما مرة كيتناقش مع فقهاء المدينة، وهاد النقاشات غالبا ما كانت كتاخد طابع التشنج والصراع، الشي اللي تسبب في الطرد ديالو من المدينة في سنة 514 هجرية الموافق ل 1120 ميلادية. ومن بعد عامين غادي تولي التحركات ديالو كتاخد طابع الخطورة على السلطة المرابطية، وهذا الشيء أكدته المصادر الموحدية اللي عطات معلومات مفصلة على المواجهات اللي كانت بين الطرفين. قلنا بأن المصادر الموحدية تكلمت على مواجهات بين الحركة الموحدية والسلطة المرابطية، ومن بين هذه المصادر غادي نذكروا الكتاب ديال البيدق اللي كان تحت عنوان البيدق أبو بكر بن علي الصنهاجي أخبار المهدي بن تومرت، اللي صدرته المؤسسة الوطنية للكتاب بالجزائر سنة 1986، واللي تكلم فيه المؤلف على 9 مواجهات ما ذكرش التواريخ ديالها، ولكن قال بأن النصر كان حليف ديال الموحدين في كل هذه المعارك. واللي معروف هو أن الزعيم المرابطي اللي هو علي بن يوسف بن تاشفين عاش مشاكل كبيرة في الصراع ديالو مع الموحدين، وأهم هذه المشاكل هو صعوبة التضاريس ديال جبال ديرن اللي كاينة في الأطلس الكبير، واللي اتخذها بن تومرت مركز للعمليات ديالو ضد المرابطين قبل ما يحصل منطقة تنمل اللي اتخذها مستقر نهائي ومركز لعملياته ابتداء من سنة 519 هجرية الموافق ل 1125 ميلادية. في هذه السنة بالضبط غادي يبان واحد الشخص سميته البشير الونشريسي، وغادي يعينه بن تومرت مساعد مباشر ليه. كان هذا البشير مصاب بمرض الصرع، وكان مرة كتجيه حالات ديال الإغماء، وفاش كان كيفيق كان كيقول للأتباع ديال الموحدين بأنه شاف النصر ديالهم في المعارك القادمة، وهذا الشيء كان كيقوي من العزيمة ديالهم وكيرفع من المعنويات ديالهم، وهذه الحالة وهذه الأحداث دائما حسب المصادر الموحدية. المهم أن ابن تومرت في سنة 520 هجرية الموافق ل 1126 ميلادية، ومن بعد التحصيل الكامل لمنطقة تنمل بدا كيوسع دائرة النفوذ ديالو بين قبائل المصاندة، خصوصا من بعد معجزات السلطة المرابطية فأنها توصل للمناطق الجبلية، واكتفوا بتشييد بعض القلاع في مراكش اللي كان الهدف ديالها هو مراقبة تحركات الموحدين. من بعد غادي يقود بن تومرت بعض الحملات في منطقة سوس اللي تحولت لمواجهات عنيفة تقاس فيها بجروح في الرأس ديالو، ونقله الأتباع للمخيم الحربي. ورغم ذلك ما قدرش السلطة المرابطية تحسم الصراع في ذاك الوقت لأنها كانت مشغولة بحروب أخرى مع قشتالة وأراغون في الأندلس، ونتيجة للتشتت العسكري المرابطي والانتصارات اللي حققتها الحركة الموحدية في المجال المصمودي، قرر بن تومرت أنه يهجم هذه المرة على العاصمة المرابطية اللي هي مراكش. وفي هذه المرحلة غادي يبان عاوتاني هذاك البشير، وغادي يمارس عمليات تسمت بعملية تمييز، وهي عملية تصفية جسدية اقترحها على ابن تومرت وتنفذت في حق كل واحد كان مشكوك في ولائه لابن تومرت وللحركة الموحدية. ومباشرة من بعد هذه العمليات انطلقت الحركة المباركة كما سمها ابن القطان وتوجهت لمراكش، وحققوا الموحدين في الطريق بزاف ديال الانتصارات العسكرية على الجيش المرابطي، وقدروا يوصلوا لأغمات ويستوليوا على مخيمات المرابطين، الشيء اللي خلاهم يأمنوا بالقدرة ديالهم على مواجهة الجيش المرابطي في مراكش اللي وصلوا لها وحاصروها نهار 18 ربيع الثاني سنة 524 هجرية الموافق ل 31 مارس 1130 ميلادية. وكانت القاعدة ديال الحصار موجودة في منطقة البحيرة اللي كاينة بين باب الدباغين وباب إيلان. الزعيم المرابطي علي بن يوسف فشاف الحصار بذاك طوال، قرر أنه يعطي الأمر بالخروج ومهاجمة الموحدين، وطبعا قرر هذا الشيء من بعد مجمع أمراء لمتونة والولاة والقادة ديولها، ومن بعد أيضا ما حس بأن المقاتلين الموحدين بدا كيبان عليهم العياء نتيجة للمعارك الكثيرة اللي خذوها، سواء المعارك اللي كانت في الطريق لمراكش أو المعارك اللي كانت طيلة أيام الحصار. وفعلا خرج القائد العسكري المرابطي أبو أسحاق وهجم على الموحدين وقدر ينتصر عليهم، ورجع لمراكش وهو هز معاه 300 راس ديال الموحدين، الشيء اللي خلى معنويات المرابطين ترتفع من بعد ما كانوا منهارين نفسيا بفعل الحصار.
ومرة أخرى غادي يخرج الجيش المرابطي باش يدير هجوم آخر. وأول من خرج هي الحامية العسكرية اللي كانت في وسط المدينة وخرجت من باب إيلان مع الساعات الأولى من الفجر وهجمت المقدمة للجيش الموحدي. بعض المصادر الموحدية حاولت تبحث على انتصارات معنوية في هذه الأحداث. وإلى رجعنا كتاب نظم الجمال لصاحبه ابن القطان واللي هو موحد الهوى بالمناسبة، غادي نكتشفوا بأنه حاول الإعلاء من شأن الموحدين رغم الهزيمة، وقال بأن الموحدين فاش خسروا المعركة انسحبوا لمكان قريب وصلوا صلاة العصر، الأمر اللي خلى الزعيم المرابط يتعجب ويقول: غلبوا فصلوا وغلبناهم فعطلناها، ما أظن هؤلاء إلا على الحق. وهذه قولة موجودة في المصادر الموحدية، وما عرفناش واش هذا الشيء قاله الزعيم المرابطي الصح ولا غير محاولة أخرى من المحاولات اللي قلنا بأنها تهدف إلى الرفع من شأن الموحدين بعد الهزيمة. المؤرخين والكتاب ما قدروش يحددوا العدد الحقيقي ديال قتل الموحدين في معركة البحيرة. فمثلا صاحب كتاب أخبار المهدي عاش كل أحداث المعركة، ورغم ذلك ما قدرش يقدم العدد الحقيقي واكتفى في كتابه بعبارة: مات من مات وافترق الناس. وحتى ابن الأثير في كتاباته اكتفى بعبارة: قتل من المصامد أكثرهم. وابن القطان أيضا قال: مات منهم زهاء 12,000 واستشهد نصف أهل الجماعة وسلم نصفهم. وكاين كتاب آخر وهو كتاب الحلل المشية واللي صدر في القرن 8 الهجري الموافق للقرن 14 الميلادي، واللي قال: بلغ عدد قتل الموحدين في ذلك اليوم أزيد من 40,000 ولم يسلم منهم إلا نحو 400 فارس وراجل. نفهم إذن أن الهزيمة كانت قاسية على عراب الحركة الموحدية اللي هو محمد بن طومرت، اللي حاول رغم الهزيمة أنه يرفع من معنويات الأتباع دياله، ولكن في الحقيقة كان هو متأثر أشد التأثر لدرجة أن أحواله الصحية تدهورت بشكل لافت واشتد المرض دياله وفارق الحياة من بعد مدة قصيرة. والأتباع دياله سماوا هذاك العام بعام البحيرة ورجعوا للمناطق اللي تحت السيطرة ديالهم وجلسوا تما 20 عام. وفي هذه المدة وجدوا رأسهم مزيان واستعدوا مزيان وانطلقوا لمراكش وعاوتاني حصروها، وفي هذه المرة غادي يقدروا ينتصروا ويدخلوا لعاصمة السلطة المرابطية ويسيطروا عليها، وغادي تتأسس الدولة الموحدية على أنقاض السلطة المرابطية اللي اعتقدت بأن هزيمة الموحدين في معركة البحيرة قبل 20 عام كانت كافية أنهم ما غاديش يعودوا يهزوا الرأس، ولكن كانوا غالطين، لأنه وكما يقال: فإن كسب معركة واحدة أو معارك لا يعني كسب الحرب.